ما يشبه أجر الصائم من غير أن
الخبز واللبن
شيخنا رحمه الله عليه في وقت من الأوقات هنا في بيروت مدة أشهر لا يأكل إلا البرغل المسلوق بالماء من غير زيت ولا ملح ولا أي شيء آخر. خير أنت عم تأكل برغل منفوش مسلوق ينفش يعني وتروي له الغداء والعشاء ويوم واثنين وثلاثة وشهر وشهرين وثلاثة. يجوا أصحاب العضلات قلنا هي القصة بالعضلات والعصيرات القصة بكسر النفس بمخالفة شهوة النفس. تتخيل شو يعني أشهر لا يأكل إلا البرغل المسلوق بالماء لا ملح ولا شعيرين ولا زيت ولا سمنة. بس تعوا يجوا الشباب يفرمون عضلاتهم ومرة ما كفى على التمر زمنا. هذا هنا في بيروت فإذا ينبغي أن نتعود السهد وأن نعود أولادنا. اليوم للأسف أولادنا صار أكل البيت ما بياكلوه أحيانا للأسف. هذا مش شيء يفرح شيء يزعل. أولادنا بتكون أمهاتهم عم تطبخ وتتعب وتشتغل وهي صايمة وتوقف بالمطبخ وقدام النار بتكون العرق عم يتصفق منها وهي عم تطبخ لهم وتشتغل لهم وتتعبهم بالليل وبالنهار وعالسحور من الإفطار ومن الإفطار للسحور ومن السحور للإفطار. هو قاعد هيك مخنقر بيحمل التليفون بيتصل بالمطاعم بيجيب وجبات خالصة. هكذا صارت بيوتنا اليوم
يعني مكان يجتمع فيه المشايخ والزوار والمجازين يأتون إلى بيته وهو يدور على مشايخ سوريين. مرة من المرات هذه القصة هو حكاها، الشيخ عمر ما لحقش حكاها. قال جاء الشيخ إلى بيتنا، الشيخ عبد الله شيخ راح يزور الشيخ عمر ما لحقش. قال جاء الشيخ إلى بيتنا وهو قصفاض له يرتجف، فقلت له يا شيخنا ما بك؟ قال يا شيخ عمر منذ 3 أيام Yeah.
كانوا من الواجبات من الفرائض مما فيه إنقاذ للمسلم من الموت والهلاك ليس بعيدا أن يكون كأجره تماما، وربما في بعض الحالات قد يكون أكثر من أجر الصائم. أليس إنقاذه من الموت من الفرائض المؤكدة؟ إنقاذه من الموت من الفرائض المؤكدة. إذن أخرجوا ما في جنوبكم وتصدقوا لله تعالى على المضطرين والمنكوبين والمحرومين والمشردين والمهجرين والأيتام والأرامل والأرحام والمصالح والدعوة، ولا تخاف الفقر. ماذا قلت لكم يوم السبت؟ تذكرين عبارة يوم السبت، قلنا مش من سبع أشهر، يوم السبت النبي كان ينفق إنفاقا لا يخشى الفقر، هذا يوم السبت قلنا لكم. النبي كان يعطي عطاء لا يخشى الفقر. يا إخواني، أليس الرزاق هو الله؟ فممن تخافون الفقر؟ أليس الرزاق هو الله؟ أليس الرزق والمال مال الله؟ إذا رأيت مكروبا أعطه، فقيرا أعطه، يتيما أعطه، لا تبخل. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا لا تبخلوا على أنفسكم، لأنكم بهذا تخسرون هذا الأجر وهذا الخير. وأن يقول من شهودهم إني صائم، وهذا تكلمنا عنه. تنبيه: من مات وعليه قضاء من رمضان صام عنه وليه. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه مسلم. أي إن شاء ذلك. هنا فائدة مهمة: الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن المسلم الذي مات وكان عليه صوم واجب، صيام مفروض، كأن كان ذلك من صيام رمضان، وهو ليس معذورا في الإفطار، يعني يلزمه الصيام. انتبه، يجوز لوليه أن يصوم عنه ولا يجب. برجع بعيد، شو يعني؟ من مات وعليه صيام من الواجب، جاز لأوليائه أن يصوم عنه قضاء هذه الأيام، ولا يجب عليهم أن يفعلوا ذلك عنه. واضح المسألة؟ يعني إذا بدت وعندك أولادك من أوليائك يصومون عنك قضاء هذه الأيام، إن شاءوا فعلوا ذلك، لكن لا يجب عليهم، لا يلزمهم. وهذا من الفرائض التي يصح قضاؤها عن الميت، وليس هذا في كل شيء. هذا من الفرائض التي بين الرسول: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أما هل هذا يلحق الصلاة أيضا؟ لا. شو يعني؟ يعني أولياؤه لا يصلون عنه. في الشرع لا يوجد شيء يقال له إسقاط صلاة. بعض القرى في تركيا وسوريا واليمن وبعض أهل البلاد ابتدعوا شيئا ليس من الحديث ولا من القرآن، بسموه عفواً إسقاط صلاة. يكون الواحد عمره 40-50 سنة ما بيصلي، مات، قال بيشتغلوا بيجيبوا أحيانا كيس شوال
احيانا بيحطوا فيه جرات ذهب او مال او عمله. بيصير شو بيعمل؟ بيسموه الملقه عزمه. بيصير بيمسك هذا شوي الحنطه بيهزه بيقول له هاي اصلاح صلاه عن فلان ابن فلان. مسك الخلق قال بيعطيها لوين؟ بيرجع الثاني. ثالث اخر شيء وين بتنام مخيم الملقه؟ بينزل شوي والمصليات اللي فيه وين؟ مخيم الشيخ. هذا مش بس بتركيا، في بعض القرى يفعلون ذلك في اليمن وفي سوريا. بعض القرى، بعض الناس وليس الكل، وليس الكل. بل بلغني ان بعض المبتدعه في لبنان بيموت الواحد اليوم قال هلا صاروا بياخذوا 3000 دولار مشان الصلاه و 3000 دولار مشان الصيام، فبيطلع 6000 دولار على كل راس ميت عندهم بيبلعهم الشيخ تبعهم. هذا شو اسمه دجل؟ هذا شو اسمه دجل؟ اسمه احتيال. ما في شيء بالشرع اسمه اصحاب صلاه. كانوا يمكن كثير من الناس تركوا الصلاه، لا توضأوا ولا صلوا بحياتهم، وقالوا لهم بس انتم تعملوا لنا اصحاب صلاه. لا ما بيمشي الحال. الرسول ماذا قال؟ من نام عن صلاه او نسيها فلي امر فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. بعض المبتدعه شو قالوا؟ قالوا هذا في من كان ناسيا او نائما. شو ردوا عليهم العلماء؟ اذا كان هذا في من كان ناسيا او نائما كيف بمن تركها عمدا؟ لا كفارة لها إلا ذلك. هذا من باب أولى، يعني لا كفارة لها إلا قضاؤها، إلا أن تقضى. عرفتوا؟ واسمعوا شو بيقول الإمام الحافظ ابن حبان في كتابه الصحيح بعد إيراد هذا الحديث، لأنه هذا الحديث اللي ذكرته هلا رواه البخاري ورواه ابن حبان في الصحيح. ماذا يقول عقب هذا الحديث؟ يقول فلا يجزئ ان يخرج عن الميت من كفاره الصلاه لا الطعام ولا المال. لا يجزئ، هذا لا يبرئ الذمه، هذا لا يبرئ الذمه. ومن قال هذا ايضا؟ المفسر الفقيه الرازي في تفسيره الكبير، في تفسير سورة طه، في تفسير سورة طه يقول فلا يجزئ أن يخرج عن الميت بما يسمى يعني كفارة الصلاة، لا يجزئ أن يخرج عنه المال. ما بيمشي الحال. الرسول قال فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يأكلون أموال الناس باسم ما يسمى إسقاط صلاة. إذا انتبهوا الناس، ما يضحكوا عليكم أدعياء المشيخة ويأكلوا مصرياتكم ويأكلوا أموالكم. قد يموت الإنسان ويكون له أيتام، أيتامه أولى في ماله من بطون المشايخ التشاكلة. بيأكلوا له النذر باسم إسقاط الصلاة، عفاريت بثياب المشيخة يأكلون المال بالباطل باسم إسقاط الصلاة. ثم كذلك الزكاة تبقى فعليهم أن يخرجوا من ماله ما كان تركه من إخراج الزكاة. يعني وين وجبت عليه الزكاة؟ سنة 2 3 4 5 مات، شو بيعملوا بماله قبل ان يقسموا التركه، قبل ان يقسموا التركه؟ يخرجوا الديون، والزكاه هي واجب عليه في ذمته. وشو كمان؟ اجر حج وعمره ان كانتا عليه. اذا كان بعده لا حج ولا عمره بيشيلوا هون، بعدين بيقسموا التركه. عرفتوا؟ يعني الديون، المصايا، ما يلزم
حج عنه هذا لا يسقط عنه بالحج. لو حج عنه يعني كانت ذنبه شو في صلوات زكوات ديون مات. نعم هن بدهم يحشوا عنه اذا كان ما حاجش، بس هل يسقط ما في ذمته من حقوق بني ادم او من ما ذكرناه بمجرد ان يحج عنه؟ لا. لذلك يخرجون هذه الزكاه والديون التي عليه قبل ان تقسم التركه، قبل ان تقسم التركه. والانسان الحي الذي هو ذهب فحج لا يسقط عنه قضاء الصلوات ولا قضاء الصيام ولا الزكوات التي تركها ولا حقوق بني ادم. واضح؟ واحد عمره 60 سنه بعد ما حاجش في حياته وترك الصلوات وترك الصيام وعليه زكوات ما بياديها، راح هلا صار عمره 60 سنه راح حج، هل قضاء الصلوات التي في ذمته تسقط؟ لا. الزكوات اللي كان تركها تذهب؟ لا. شو بعد في حقوق بني ادم والديون، هل تذهب وتنهدم بالحج؟ لا، بده يؤديها، بده يؤديها. لذلك ينبغي ان ينبه الناس على هذه المسائل. كثير من الناس بيخمنوا انه بالحج بينهدم كل شيء حتى لو كان حقوق بني ادم، اعوذ بالله، هذا خلاف الشرع، ليس من الشرع هذا. كذلك ما يسمى اسقاط صلاه هذا ليس من الشرع بل هذا خلاف الحديث. قال المؤلف رحمه الله: الايام التي يحرم الصيام فيها يوم عيد الفطر الذي تصلى فيه صلاه العيد وهو الاول من شوال، يعني هذا اليوم الذي هو يوم عيد الفطر حرام أن يصام فيه. شو مكان الصيام؟ شو مكان الصيام؟ طيب حرام، هل يصح أم حرام ولا يصح؟ حرام ولا يصح. يعني ما بيقدر يصوم أي صيام في يوم عيد الفطر. يوم عيد الفطر اسمه يوم، شو بيقول بعض العرب؟ قال ثلاث أيام يوم عيد الفطر. ما هو اسمه يوم عيد الفطر، كيف عملوا ثلاث أيام؟ مثل عزمه قال يوم عيد الأضحى أربع أيام، ما اسمه يوم عيد الأضحى؟ كيف صار عنده قال العيد الأضحى أربع أيام وعيد الفطر ثلاث أيام؟ مين قال لك؟ لا، العيد يوم، لكن في يوم عيد الأضحى تتبعه أيام منى اللي هن أيام التشريق، فهول كمان حرام الصيام فيهم. يعني ما بيجوز الصيام، حرام الصيام، لا يصح الصيام لا في يوم عيد الفطر وهو الأول من شوال. هلا لما بيخلص رمضان أي شهر بيجي؟ ما بدك كثير تفكير يعني. أول يوم بيجي بعد رمضان بيكون الأول من شوال، هذا هو يوم عيد الفطر فلا يصام فيه. طيب يوم عيد الأضحى هو لا طول بالك هو العاشر من ذي الحجة، مش الأول، طول بالك، هو العاشر من ذي الحجة. يوم عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى حرام أن يصام. شو بعد منه يجي وراء؟ ثلاث أيام، أيام منى اللي اسمها أيام التشريق، اللي قال عنها الرسول أيام أكل وشرب، يعني لا يصام فيها. يعني هذه الأيام
إذا واحد صام يوم النصف من شعبان وكمل 16 17 18 بيمشي الحال لأنه هو صلى، واضح؟ أو كان عم يصوم اثنين وخميس وكمل النصف الأخير بيمشي الحال، أو عليه نذر أو قضاء أو صيام كان اعتاده بيضرب يشي. أما إن لم يكن شيء من كل هذا وقد انتهى النصف من شعبان، إجا هو في النصف الأخير مش يوم النصف قلنا حتى ما حدا يفهم غلط، واضح؟ يعني النصف الثاني النصف الأخير من شعبان صار بده يصوم لغير سبب من الأسباب المتقدمة التي ذكرناها، هذا حرام لا يجوز. أما إذا كان عن نذر عن قضاء اثنين وخميس أو له عادة فأكمل يجوز، أو صام النصف شو وأكمل يجوز. ويندب صوم ستة من شوال وتندب متتابعة كالعيدة، يعني يسن أن تصوم ستة أيام من شوال ولكن قلنا يوم عيد الفطر شو لا يجوز حرام، فيسن صيام ستة أيام من شوال. شو يسن أيضا؟ أن تكون متتابعة ورا بعض، ست أيام ورا بعض. طيب لو فرضها على كل شوال يجوز يصح، لكن شو الأحسن؟ شو الأفضل؟ أن تكون متتابعة. فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. شو يعني الدهر هون؟ السنة. هنا في هذا الموضع كصيام الدهر أي كصيام السنة، وهذا للتشبيه بالثواب. ومن دخل في صوم فرض أداء كان أو قضاء أو نذرا حرم قتله، أما إذا كان نفلا جاز قتله. يعني نحن الآن في أيام رمضان، واحد يصوم بدأ وهو مكلف بالصيام، هذا الصيام فرض أم لا على المكلفين؟ فرض، حرام عليه إذا دخل فيه أن يقطعه لغير عذر، حرام. لو كان صلوا الفجر خمس دقائق بيته أليس دخل وقته وهو فرض عليه؟ حرام أن يقطع لغير عذر. طيب إذا كان الصيام فرض في غير رمضان كأن كان يقضي عن رمضان أو كان يصوم نذر فرض، نذر يعني فرض وبدأ فيه، حرام عليه أن يقطعه. أما من كان له عذر من الأعذار المعتبرة هذا شيء آخر، ليس عن هذا نتكلم. نتكلم عن من قطع صيام الفرض لغير عذر، هذا حرام لا يجوز له إن كان في رمضان أداء أو كان قضاء بفرض أو كان نذرا، حرام عليه أن يقطعه لغير عذر. وأما النفل، شو النفل يعني؟ السنن، يعني المستحبات، يعني غير الفرائض. لو قبل المغرب بقليل أفطر ولغير عذر يجوز، لأنه هذا سنة، هذا سنة. الرسول ماذا قال؟ اسمعوا هذا الحديث: الصائم المتطوع، متطوع أمير نفسه، إن شاء شو؟ إن شاء أفطر وإن شاء أفطر. هذا المتطوع لو قبل المغرب بخمس دقائق هذا سنة من فرض. فإذا كان في صيام النفل السنة جاز له أن يقطع، جاز له